الرضا عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في زمان كثر فيه الخصام وكثر فيه الانفصام بين ما نقوم به من شعائر وسلوكيات مجتمعية، في زمان فيه تقطعت الأرحام، في زمان كثر فيه الخصام، نحتاج كثيرا إلى أن ندرك ذوقا من الأذواق المحمدية في تفسير قول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. سيدنا النبي لما دخل يوم فتح مكة بيعلمنا الصفح، العتق من النار، اعتق بقوله ذهبوا فأنتم الايه. أول ما وقف سيدنا النبي كده قالوا له: أنت أخ كريم وابن أخ، ما تظنون أني فاعل بكم؟ هو النهاردة في موطن العزة وهو الخصم والحكم، وهم دلوقتي تحت أمره، إن شاء قتلهم، إن شاء عذبهم، إن شاء هجرهم، كما ترى جعلوه يترك وطنه، أبعدوه عن أهله، أبعدوه عن البيت الحرام. وجاء النهاردة يوم الإيه، هم بالنسبة للناس قالوا يوم الملحمة، وسيدنا النبي رفع شعار الود فقال: اليوم يوم المرحمة، لأنه محمد صلى الله عليه وسلم. فيعمل إزاي سيدنا النبي؟ يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتوا فاكريني أعمل إيه؟ قالوا: أخ كريم. استعملوا له لغة الكرم، ما قالولوش أخ جواد، يبقى كانوا عايزين قرشين. أخ كريم يعني كل الشمائل، كل كرائم الصفات، أخ كريم. ومش بس أخ كريم، إيه؟ طب والله يا جماعة بتوع مكة بصناديق الكفر دول كانوا بيفهموا ليه؟ عشان عارفين إن والد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكمال. إحنا ابتلينا في زماننا بناس يقول لك: أبو النبي في النار. نار إيه يا ابني؟ إذا كان الناس اللي ما لسه ما أسلمتش قالوا: أخ كريم، واستدلوا على كرمه بكرم أبيه: وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إيه لا تثريب دي؟ قال يعني ده الصفح الجميل. إخوات يوسف لما جوم بيعلمني رمضان، يعلمنا الصفح يا أولاد. سيدنا يوسف لما أخواته جوم قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، غلطنا، ما فيش كلام. فبيقول لهم يبقى: لا تثريب عليكم، أنا اللي أغفر لكم. لا، ده بيثبت كلامي بقى، ده بيثبت إيه؟ بيثبت أن المغفرة خلق إلهي، وأن الصفح خلق إنساني، وأن العفو خلق رباني إنساني. فالإنسان العوام يعفو والخواص يصفحوا، إن عفوا وأصفحوا يغفر الله لهم. هذه في آية سيدنا أبو بكر يقول إيه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اللهم إنا نسألك في ساعتنا وساحتنا وليلتنا وفي يومنا هذا من البر والتقوى ما يرضيك عنا. كحل بعيونك رباني يا نبي الله، والنور فوق جبينك رحماني يا نبي الله. الكحل بعيونك رباني يا نبي الله، والنور فوق جبينك رحماني يا نبي الله. ما انت البدر التمام الله، وانت نور الزمان
الزحام انت البدر التمام وانت عروس القيام وانت عروس القيامة وأمرها يا نبي يا رايح المدينة سلم على النبي الله كله مدامة مشتلك يا نبي الله أسأل في ذل وفي أدب أن يجمع الكل بالروضات إحسانا ثم الخروج من الدنيا على ستر ثم الخروج من الدنيا على ستر ووجه أحمد مشهودا لعينانا والدفن ببقيعه كرما ومكرمة والشرب من كفه منا وإحسانا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله